بسم الله الرحمن الرحيم. والنهاردة فيديو جديد تحصينات للفراخ، وصفة جميلة كده هوت وسهلة هنعملوها النهاردة عشان شهر 4 اللي بيجي فروانزة الطيور. قبل ما نبدأ الفيديو لازم نصلي على الحبيب ونشكر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم سامحني، اللهم سامحني أنا وكل السامعين. والنهاردة فيديو جديد عن إيه؟ عن الفراخ. واحدة صاحبتي قالت لي بنقول لها أنا قاعدة دبح في الفراخ خايفة من شهر 4 لأن شهر 4 بيجي فراونزة للطيور ومالهمش علاج. قالت لي ده انا بقالي يجي سنتين ثلاثه في وصفه جميله بعملها والفراخ كويسين. قلت لها طب ايه، طب ما قلتيش بردي ليه على الوصفه دي، ده انا خلصت على الفراخ ما فيش الاربع فراخ البلدي دمت حلوين. وده بقى على طول بنذبح بنذبح عشان خايفه من شهر 4. وديك الهندي ده اهو، ودي فرخه هندي الحمر دمت فراخ بلدي، لكن الديك هندي والفرخة دي هندي، وعندي كمان فرخة تانية هندي راكبة. قالت لي دي وصفة سهلة خالص. ايه هي الوصفة السهلة ده؟ هي شيح. قلت لها شيح، طب ما انا بنجيبه ونحطه للبطة لما تغيب عشان البيض يسخن ويفجس، او للفرخة او. قالت لي هو الشيح ده تجيبي بخمسة جنيه عندك وتحط لهم على الاكل كده هو، اي اكل كده هو. قلت لها ماشي، رحت جايبه. بس قالت الوصفه بعد ايه، بعد ما خلصت على الفراخ كلهم وذبحته. مش مهم حلوين دمت وخلاص، بس هما ربنا يخليه. جبت لهم بقى ايه بخمسة جنيه شيح، وكل اكله رشه كده اهو. بتقول لي جميل ينضف بطنهم وما يجيلهمش فراونزه الطيور. قلت لها ماشي، هنجربها بقى السنه دي في الفرختين هندي وديك هندي والفراخ الزغنطوطه ده هي دي طلع عندي فراخ هندي، كلهم فراخ بيبقوا جمال برضو، بيبقوا كبار ووافين عن البلدي. نخلي فرخه او فرختين وبنذبح الباقي ونأكله الحمام بقى. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك ويزيد في الخير يا رب، كمان وكمان وكمان. طبعا دمت ما لهمش الوصفه بتاعت اللي عملتها للفراخ دي. دمت بقى يا بنجيب لهم مقوي للمناعه كل شهر او كل ثلاث اسابيع، جزازه ب 10 جنيه مقوي للمناعه عشان البرد والشتاء، وهم قاعدين ليل ونهار في الشتاء وفي السجعة وفي الشمس ما عنديش عيش. هو مطلوبين كده في الجنينه كده تحت الشجر، يقعدوا على جريد النخله. والذكر دوت اسكوفي اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك يا رب ليا ولكل السامعين يا رب، اللهم زيد وبارك في الخير يا رب. الحمام ده انا بحبه عشان ايه؟ ولا ناكل الزغاليل ولا ليا دعوه بيهم ولا ما. انا اسهل حاجه عندي ان هما نرمي لهم الاكل كده، وكل مثلا اسبوع او اسبوعين نكنس لهم، وهما من الجو المفتوح ده بسم الله ما شاء الله ما يربوش حشرات ولا اي حاجه. لما يكونوا مثلا في كتمه، الجو اوضه كتمه كده وحر، هي اللي تجيب الحشرات، تربي الحشرات والفاش. لكن غير كده لا، الصفايح كده والدنيا في الهوا كده هوت جميله. ابص الفراخ هندي اهوت جمال بيكبروا من غير معاد. وبسم الله بسم الله ما شاء الله. والله اكتر لو جد بنستخسر نذبح الحمام، شكله احلى من طعمه انا عندي بالنسبه لي. جميل جميل الفرخه الهندي بتطفشهم ازاي، فانا موديهم مكانهم الاكل. ابص العشه في الهوا ازاي، والاكل بتاعهم جميل خالص طبعا. رز شعير، غله، ذره اصفر يحبوه كده اهو. نمسك رغيفين ثلاثه ونكسرهم ونقول لهم، يعني كل يوم لازم
نفتفت رغيفين ونحطهم لهم لازق عشان ياكلوا الزغاليل اللي شبعهم بالعيش سبحان الله. ويمنا الفصله بتاعتهم، ولازم طبعا من غله ورز كبير وذره اصفر هو اي حاجه من دول، كل حاجه ياكلوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك فيك. هم شافوهم كده يا سلام احلى حاجه زغاليل، بس الصغار فوق هم معنا نفسهم، ولا نمسك زغاليل ناكل ولا 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 عليا بس منهم الاكل الصبح وبالليل وخلاص. وساعة لما نلم اكل الزغاليل ولا كده هوت نريشها وهي سخنه في صواني اللي نذبحها، نريشها بسرعه 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 كده اهوت. بس اكتر الاوقات يعني الصراحه ما بنذبحش، بنخليهم كده يبقوا كتير كتير كده اهوت ويبقوا جمال كده اهوت. ممكن تيجي حمامه غريبه تقعد معاهم، لكن ممنوع ذكر يمسكوه يتلموا عليك تروح يطفشوه ممنوع. هو في حمامه بقالها يجي سنتين قاعده عندي، بس انا اعمل لها طفشه ولا اعمل لها دي. وفي حمامه قعدت سنه ومشي، وحمامه جت قعدت شهر كده ومشي، لكن الذكر يجي يقتلوه ويطفشوه ساعتها. هو الحمام بتاعي كده اهو. صلاة العشاء الله وأعظم العظمات يا رب والكبرياء يا رب.